أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما علي صيدا جرصا أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيهم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربي وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذه اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأفعوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويحيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيكاسا وهم رقود نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لوطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كما لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بواركم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف فلا يشيرن بكم أحدا
إنه إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولا أن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا ولا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رهبا رجما بالغيب وسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر وأبصر بي وأسمي ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروتا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنجزي أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أصابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيه على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنعل وجعلنا بينهما زرعا أكلت الجنتين عاتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء وتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أهيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك ولا آيات لله الحق هو خير ثواب وخير أقبى واضرب له مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فطلت به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعشناهم فلم نغادر منهم أحدا وأورد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل ألزمتم ألن نجعل لكم موعدا أوزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول